فرصة الثالث، هذه فرصة الثالث، الثالث لتشيلسي العربي المغربي. منطقة الجزاء يوزع حكيم جول، حكيم جول، حكيم جول. هذه هي الفرقة اللندنية بالأقدام الذهبية المغربية. هنا تكرار الهدف الملغي، ولكن هذه المرة، هذه المرة هدف أمامنا. هنا يسجل عن طريق اللاعب حكيم زياش كرة بالكربون بالهدف الملغي. الشوط الأول انضبطت المرة دي، انطلاقة من هذه الكرة عن طريق حكيم زياش، يتقدم في الطرف الأيمن حكيم زياش والعب فيها عالية كهبت جول. يا لبنان الهدف الثاني، ولكن بطريقة زياش لديه الكرة. زياش يا السلام على كرة وعلى هدف ثالث، هنا يسجل. يا السلام من حكيم زياش، لم تكن تمريرة بل كانت هدية يا عدوي. نعم هنا شيفيلد بحضوره المميز هذا المساء، حكيم الله جول من الحكيم، حكيم زياش حكيما في أمور. عمليك سيسار جول حكيم زياش، جول. يا سلام، ايضا عندما تخطئ امام حكيم تدفع ثمن. هي في الخلف، رجعت لحكيم الان زياش، يا جول بالمليمتر مخيط الكرة هذه في اتجاه بن جلويل. حكيم زياش ممرر حاسم للكرة. حكيم زياش ينفذ المخالفة خطيرة، جول. با 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 جول. تياغو سيلفا البرازيلي الطائر، ولكن قبل الطائر يجب أن نتحدث عن القائد المتميز حكيم زياش. حتى على رأس تياغو سيلفا الذي لمسها بشعر رأسه ودخلت. ثانك يو حكيم، شكرا على التمريرة. يمر الحكمة والثالث فانق الشبكة، يسجل الألماني هبية من شان المايسترو الساحر المغربي زياش، يقدم هبية، هبية من الصعب الشبكة. To put Chelsea ahead with 15 minutes on the clock. Oh, dare I say it. There's Alonso, managed to hook it back to Ziyech. Yeah. Oh, he's got it again. Hakim Ziyech at the double. Great play from Alonso in the build-up. But just like the first goal, Ziyech still had much to do. And he did it expertly at Chelsea. الكولوار هافيرز، كرة جول 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 جول. 1-0 أسد المغرب. حكيم زياش ينضاف إلى نجوم عربية سجلت في النهائيات القارية من أيام ماتشير إلى أيام صلاح إلى يومك يا زياش. 1-0 أرسنال مهدد بالإنذار في الغياب. عدت 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 عدت، لكن ما عدتش من زياش، هو عايزها كده. زياش يتقدم، زياش يحاول، زياش بالمهارة، زياش والعرضية. يا السلام، الله 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 الله. باتجاه حكيمو، كنترول، مرور من جانب الفنان المغربي حكيمو، يمرر الكرة ممتازة داخل المنطقة. الهدف الثاني، الهدف الثاني، ما أروع هذا الهدف بهندسة حكيم ولمسة.